تسجيل المكالمات في الآيفون بيحتاج لبرنامج مدفوع ومكلف جدا، أو تستخدم الجيل بريك. في فيديوهات سابقة داخل حسابي على تيك توك شرحت أنا الجيل بريك. لما تعمل جيل بريك لجهازك بينزل عندك تطبيق اسمه سيديا، بتفوت على سيديا وتفوت بعدها على السورسز، تختار من الأعلى إيديت، تختار أد نورمال مود، وبتضيف السورس التالي اللي هو https://regel.ru/. بتعمل add source وتنتظر إضافة السورس. بعد انتهاء إضافة السورس بتختار return to Cydia، بتفوت على السورس الموجود عندك اللي ضفناه، بتروح على all packages، تنزل لغاية لما توصل تطبيق audio recorder XS iOS 12-13. هذا التطبيق مثل ما هو مضيوف جنبه إشارة خضراء لأني أنا ضايفه مسبقا. تختار من الأعلى Add أو Install. أنا لأنه مضيوف عندي راح يكون Modify وReinstall. بعد ما تضيفه تتوجه لSettings وبتنزل لغاية لما توصل اسم التطبيق Audio Recorder XS. هذه هي إعداداتي. Enable شغال، Play Beep Sound طفيها لأنه ما بدي يعمل Beep Beep أثناء التسجيل. تنزل على التطبيقات، System Audio مطفية، تليفوني تسجيل المكالمات بشكل تلقائي، وباقي التطبيقات مكتوب مانيوال لتسجيل المكالمات بطريقة يدوية. الأفضل أنك تعملها كلية أوتوماتيك بحيث لو وصلتك مكالمة من واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك أو غيرها يسجل المكالمة بشكل تلقائي. تست لتسجيل المكالمة. أهلا بكم في مركز خدمة مشترط واحد. بعدها بتتوجه للتطبيق، بكون موجود بين التطبيقات، هذه صورته هذا شكله. بتفوت على التطبيق تلاقي موجود عندك التسجيل كالتالي، بتنقر عليه تعمل بلاي. أهلا بكم في مركز خدمة مشتركين. بإمكانك أنك تنقر إيديت من الأعلى وتوضع صح في جنب التسجيل اللي أنت بدك تعمل له مشاركة أو تعمل له حذف، تنقر على إشارة المشاركة بتودي واتساب أو مسنجر أو أي تطبيق أنت بدك تشارك التسجيل فيه. تابعوني لمزيد من التلبيحات.